يعني نشوف ان حتى قصه الضي هذه انا مفتعل لها، كم مداخله مع الاذاعات، قصه مفتعله افتعال. درجه الحراره وصلت في العزيزيه 50 درجه مئويه نذكر فيها قبل 2011، لا يمكن هرب الضي، 50 درجه حراره 50 مئويه ما هربش الضي ابدا. ايش معنى توا كل مره تك تك؟ ليبيا ما تستحقش الكلام هذا. ليبيا بلاد حرية وبلاد ما شاء الله تروى وبلاد كل شيء موجود فيها، يديروا لها هكي. الضي المفروض ما يطولوا الناس فيها هبل، يعني كان هربوا ساعتين ساعتين ونص في النهار كويس يعني، والباقي لكن 7-8 ساعات ما يتحملهمش. اي ما يتحملهمش حد 7-8 ساعات. وطالب يعني من الجهات المسؤوله والجهات العامه يعني مثل وزاره الداخليه يعني سماح للناس بفتره الحظر، يعني لما ينقطع الكهرباء يعني مع الناس ما عندهاش وين تمشي الا البحر، يعني شركه الكهرباء لازم تدير حل، يعني تتعاقد مع شركات، تتعاقد مع تسوي المحطات الكهرباء، تدير يعني تدير حل للناس يعني.